طلع عنك الميكروفون. يطلع الناس سمته. إذا متابعي قناة شعب قناة شوفتي، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة بوغاز مدينة طنجة. كما قريتو في العنوان، واش ما من حقهاش تخدم 20 يسمح فيها رجلها؟ حرق ما نقولوش يسمح فيها، ولكن مع كامل الأسف هو كان المخطط أنه يمشي باش يغير حياة الزوجة ديالو وحياته، ولكن لحد الآن مازال ما بان عليه حتى خبر لمدة تقريبا 6 أشهر، يعني في شهر 9 اللي فات. باقي لحد الآن ما عليه حتى خبر. السيدة عندها 3 ديال الوليدات. بالنسبة للأموال أو الفلوس ديال المصروف اللي خلى ليها باش تعيش بيهم تسالاو، الكرة طلع عليها. فاش كتجي تقلب على عمل ما كيقبلوهاش بحكم النقاب اللي لابسه. فنتمنى متابعينا الأوفياء أنه توقفوا مع هاد السيدة هذه، تعتبروها أختكم، تعتبروها واحدة من عائلتكم، أمكم. اللي كان المهم هو أنه تكون عندها قيمة من اللي نشوفه هذا البث المباشر وتتفاعلوا معه. اختي مرحبا بك. بارك الله فيك اخي، الله يجازيك بالخير. اول حاجه كنشكرك، الله يجازيك بالخير بعد باش قبلتي الدعوه ديالي وجيتي عندي. الله يجازيكم بالخير والله يرحمكم الوالدين. انا الميساج ديالي اللي بغيت نوصل لخوتي المغاربه، الله يجازيهم بالخير ويرحمنا من الوالدين، هما يعاونوني. وشوفوا في حال هاد الوليدات، انا الحمد لله ما كنعاني حتى شي مار لا انا لا وليداتي، اللهم لك الحمد. الحاجه الوحيده اللي عندي فيها مشكل، الزوج ديالي مشى، لا حسب ماشي زعما سمح فيا ولا شي حاجه، مشى باش نغيروا الحياه ديالنا، عندنا وليداتنا ما نبقاوش هدايا. مشى ما زادش عيط ليا واش وصل ولا ما وصلش، الله اعلم. مشى الحرق واش وصل ولا ما وصلش، ولا مشى في البحر ولا الله اعلم. دابا كنطلب منكم الله يجازيكم بالخير، اللي كيشوف هذا اللايف يعمل هذيك الوليدات راه ما ولادو، يعمل هذيك الوليدات خوتو. انا ما قداش نخرج للزنقه، لا حسب الزنقه فيها عد دياب، ولا مشات تجرات عليا مولات الدار صافي، ما عندي فين نمشي. انا ما عندي الحنين الرحيم، عندي وليداتي والزوج ديالي هو اللي عندي في هذه الدنيا. دابا الله يجازيكم بالخير ويرحمكم ربي الوالدين ديالكم اللي بتشوفوا فيا وتشوفوا في حال هاد الوليدات. قدرتوا تعاونوني الله يجازيكم بالخير باش ما قسم الله. انا ما كرهتش نعمل شي حاجه لراسي ونخدم على وليداتي، انا بقى صغيره نخدم على وليداتي نكافح عليهم، ما عنديش مشكل. انا الخدمه كنمشي نطلب الخدمه كيقول لك حيد عليا هذا الشيء، عاد بغيتي تخدم حيد عليا هذا الشيء واجي تخدم مرحبا بك. انا عملت عقد الله مع الله الحبيب عز وجل، ما نقدرش نحيد انا هادشي ونمشي نخدم. الزنقه ما قداش نخرج الليله. دابا مولات الدار كتقول لي اما تعطيني الكرا ديالي اما خرج في حالتك. دابا انا كنطلب بكم اخوتي الله يجازيكم بالخير ويرحمكم ربي الوالدين، لا بتشوفوا فحال هاد الوليدات ودعونوني الله يسهل عليكم. انا ما قداش نخرج نتشرد انا وليداتي في الزنقه، حيت الزنقه راه فيها عد دياب، انا تكرفسوا عليا وتكرفسوا على وليداتي. الله يجازيكم بالخير، لابد تشوفوا فيا في هاد العواشر في هاد ليلة 26، الله يرحمكم الوالدين ويسهل ربي الأمر ديالكم. أنا كنطلبكم أخوتي الله يجازيكم بالخير ويرحمكم الوالدين. بالنسبة للراجل ديالك كيفاش انقطع التواصل آخر مرة هضرتو؟ آخر مرة خاي هي فاش مشى من هنايتي، هي فاش بس وليداتو قال لي غيمشي، قال لي غنوصل راه خارجين هاد العشية غنوصل غنعيط لك. عيط ما نستنى ما عيط ليش، هذيك البركه اللي خلى ليا حنا صرفناها يعني من شهر 9 لهنا تبارك الله راه شهور، خلى ليا شي بركه راه صرفناها على ثلاثه د الوليدات والكرا والموضه. انا دابا حاليا راه طالع ليا الشهر، وشهر هذا راه فيه 17 يوم والموضه. دابا كتقول ليا مولات الدار اما خلصني اما خرج في حالتك، وانا ما قداش نخرج للزنقه وانا وليداتي. قداش عليا الكرا؟ شهر، وهذا الشهر هذا فيه 17 يوم هو والموضوع ديالو، كرا والموضوع ديالو. شحال كان؟ كريا ب 120 فرنك، 1200 درهم. واللي ما تاقش يعاود يجي لعندي الدار مرحبا به، ما عنديش مشكل. عندي ثلاثة د الوليدات، عندي البنيته في عمرها 13 سنه، وليد في عمره 9 سنين، وليد في عمره 3 سنين. عندي وليداتي كيقراو، عندي جوج كيقراو ووليد صغير. امين اخي الله يجازيك بالخير. دابا كنقول لخوتي المغاربه الله يجازيهم بالخير يعاونوني،
هاد النهار العواشر ربي يسهل عليهم، انا ما قداش نخرج للزنقه، يعاونوني نعمل شي حاجه سي انا راسي ونخدم على وليداتي ونكافح عليهم، انا قادة نخدم ما عنديش مشكل. نقول له الا كنتي مازال حي عيطنا، رحنا تشوشنا عليك بزاف، وليداتك كيسقسيو عليك. عيطنا، هالنمره نحطها في اللايف، ولا كنت مشات لك نمره ولا شي حاجه النمره نحطها في اللايف هزه. عيطنا ان شاء الله. انا كنت نعمل واخ 06 89 83 94 75. بارك الله فيك اخي، الله يجازيك بالخير.